يحرص المحامي عمر برادعية من قرية صوريف جنوبي الضفة الغربية على زيارة قبر شقيقته آية ليجدد معها العهد بملاحقة من قتلها خنقا وألقى بها في بئر ماء. قبل 3 أعوام تقريبا نفذت الجريمة كما يقول على يد عمها وثلاثة من أصدقائه بسبب حبها لشاب أرادت الزواج منه، وحتى الآن ما زال القضاء الفلسطيني ينظر في قضيتها. من طالب كل إنسان صاحب ضمير حي إنه ينصف شهيدة برادعية، لأنها هي ظلمت، يعني قتلت غدرا وظلما، ونطالب وأكد يعني بتوقيع أقصى العقوبة حتى يكون عبرة لمن يعتبر. فقضية آية برادعية أصبحت اليوم رمزا وشعارا يرفع في مسيرات النساء المطالبة بتعديل قانون العقوبات المخفف على من يرتكب جريمة قتل بذريعة الحفاظ على شرف العائلة، والذي يحكم من خلاله على الجاني بالسجن 6 أشهر تحت بند القتل في ثورة الغضب. هناك طبعا استخدام لجرائم القتل لهذا المفهوم ليهرب الجناة من العدالة. عام 2007 كان الأكثر دموية في إطار قتل النساء على خلفية الشرف في فلسطين، سجل فيها 58 جريمة تبعها حالات كثيرة، ولا تزال المطالب بإنزال عقوبات أقصى مستمرة، مما دفع الناشطات إلى التهكم في رفع مقولة إن القتل في فلسطين مسموح. وتبقى قضية قتل النساء على خلفية شرف العائلة والمطالب بتعديل القوانين الخاصة بها معلقة على باب المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل بفعل الانقسام، ففي الداخل عشرات القوانين المؤجل النظر بها إلى حين المصالحة. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.